معارض كايو عودة يوحو ما تسكر لغال لحرق لوغ يستيل لبا مشارعه حسبيك هاسيك شرحنا حقايا ورفافين تحسبيك عدالة ديادرية الكاعد يوسف كيس عبد الله وربان تقولها اللي مقالة هرقيسة يوحو حرقا مشارحين تقوت المامي قفاسشا يستميين قيد كاريا ردوية سومالي لان وحانوش يجي هاد اللودة دعيل لبضا مشارع تيال كماندارا حقايا يوكو باقي حكومة سومالي لان يباش عالم كا يعني سيدك ديقاقا هو القلان سيدي حر يدو ذا يدبو سهل لهايين دعضف كفول حون قرن كتمرويد السومالي لان السلامر كان شروعي دالكا لقو تشبيي دعضا صور دعضي سيدي دي بيشا لباد لباد كوني يكوبي لبادنكا تاسو لقو قفاشي ورن ما ينوى الحرية لقو قفاشي لبا مشرح وحسب عدالة دي دريالك كتر سن مشرح محمود أحمد تامع يحقيه مالية دا إسلامر كان أه مشرح راقي أحمد يوسف سعيد وحانو عوض دير يمد قابن باكو عمبارين اينا دعضا دا دعضي سيدي دي بيشا تاسو أنو أرقنا حسبي أهان أما أنو كل شيء كرنو إنا يهي دعضو قفالة شاء وأي سميين عيدا مضا آرار يودا يكتر سن بوليس كاتش مريد سومالي لان صابتان عين كاولي إنا وحوية سيدا حيارك الدلكو شاقين إسلامر كانو قدامانات قادي دستور كاتش مريد سومالي لان ميل لبك كما تشرتو إن مسؤول قرن وحسب كم إذا سفشر عدرة على وحره صوبته حوية مسؤول كحسب كهية حسانة بولية هي سلا حير نمبر 14 220 لبعض كون يكوبي يطبق وشيء قضب كيس لبعض تناد دستور كتشمريد الصومالي لا أي سنة ضمان القاضي إنان قفة سفشر الدراعة لوحر كريم هذا وين نمضى نمحي السميين إن نمضى وحلقوها يستي السميين دم بدمي قلنا هو مشرحين إسلام أركانا لاركي إني كعد عديهين إسلام أركانا ضدكي كك حيستين مشرحين تدقو ذاها ايه حسب الحاكم ككشر رحنا دنبيقى كليه قليه وحوهيه انا يددكي اي كوقان عين ييقى وايو هدي عان صدا اللوحرين دوي ترتمي لها ايونا كوي وطان با قوليسن لها صابت الله هايستا وحوهيه وانقى قوليسن ايساني حدنا هذا انت كليه لغا هايستا وانتا هدى باس صدو حير فودين شيقى يو isla markaana dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 22aad sheegayo masuulka xisbiga ka tirsan ee fal ee lagu xiro waaran la'aan lagu soo xiro waxaan u aragnaa inuu yahay fal qafaalasho maanta waxay u tahay maalintii afraad sidoo kale waxyaabaha aadka dadka uga argagixiyo waxa kamida xabsiga ma dheera waxa la geeyaa qofka la xukumo qof aan la xukumin ma dheera lama geeyo todoba cishoor rumaan ay maxkamada sare ka qaateen isla shalayba waxa loo dhaadhiciyay waxa weeye xabsiga ma dheera waxaan u aragnaa inay tahay handidaad waxaan u aragnaa inay tahay caburin waxaan u aragnaa inay tahay hanjabaad waxaan u aragnaa inay tahay ka noqda aan idin soo deynay xisbi aan mowqifkayga waxa weeye inay musharaxiintaasi sharaxan yihiin iyagoo ka timaada mooyeen xisbiga aanu ka tanaasulin labada masharax ayaa sida qorsho u ahaa maanta ku baaqnaa xaflada shaaciintooda waxayna hadii xiray yihiin muddo ku siman afar cisho xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaanaysa